جزاكم الله بالخير. هذا هو أبو الخير، هذا هو هو، هذا هو أبو الخير، هذا هو ودر مكانه وعايش زمانه، ودر مكانه وعايش زمانه. مالك انت يا أبو الخير، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك، ايش دخلك بأمر الغير؟ ايش دخلك؟ وين الغلط ها؟ وايش الغلط؟ هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير، هذا انا ابو الخير. ما احب ابد اشوف الغلط، واللي يغلط انا لازم اوقف عن الغلط. نعم أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما أحتمل أنا الخطأ، وهذه رفيقة العصا. إن العصا لمن عصى يا الصح، يا إما هذا العصا. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. ما الباب وابو الخير، ما الهم ما للغير. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا شوفوا شوفوا، وعايشوا هذا اليوم، عايشوا نعم عايشوا. شوفوا أفعالهم اليوم، شوفوا وعايشوا هذا اليوم. شوفوا زهرة، لا تحرقي لي أعصابي من الصباح، وخلي خالي بنفسه. إذا نقول لا يتدخل في أمور أبوي. لا إله إلا الله، بترد لنفس السالفة؟ أيوة برد لنفس السالفة، طالما أنك أنت ما راضي تصدقت خالك وأنت تعرفه زين. وحضرتك إيش تعرفي عن أبوك سعد؟ آها، هذا أنت رديت تلمح على أبوي من البارحة، وأنت تلمح على أبوي بأشياء غريبة. اسمع بدر، أنا أعرف أبوي زين، يسوي اللي يسويه لكنه ما يغلط. وبعدين أنا ما يعجبني أسمع عن أبوي شيء. ويكون في علمك أنا بعد ما يعجبني في خالي أبو الخير، فاهمة؟ هلا عسل، تحب كلامك بس اللي يكون صحيح وغيرك كأنه يخرف. يا زهرة، بدون ما ترفع صوتك، بدون هذه الأمور نحن بإمكاننا نتناقشها في البيت. إنزين، ممكن تقول لي إيش تخسر لو كلمت خالك بالخير؟ أكلمه إيش أقول له؟ إنك أنت غلطان وروح اعتذر لأبو زهرة، وأنا متأكد وأعرف إن خالي ما يطلع منه العيب. أها، شفت كيف؟ هذا أنت بدأت تلمح على أبوي. يا بنت الناس، أنت ما تفهمي، أنا قصدي. إيش قصدك؟ ما تفهمي وما تفهمي، هذه الكلمة ترى كررتها أكثر من 4 مرات، كأن ما حد غيرك أنت يفهم. أها، مسوي نفس أبو العريف. زهرة، أنا كف البلاء وروحي مكتبك أرجوك. كأنه ما حد يفهم إلا هو وغيره ولا شيء. لا، وبعد يقول لي إن رجل يميل للحوار والاقتناع، مجرد قناع وبس. صباح الخير مدام زهرة. أهلا. ما أريد أخمن، أكيد من زعله من بدر وتحكماته. ليش تقول عنه هذا الكلام؟ ولا يعني عشان خصم عليك؟ صدقيني مسألة الخصم هذه أنا نسيتها، هو مدير ويحب اتخاذ أي قرار يشوفه لصالح العمل. اللي أقول لك عليه ملاحظة تقريبا يتفق عليها كل موظفين الشركة. إيش قصدك تقول؟ ما أنا اللي أقول، هذه نظرة الكل بدر الحين. ربيع، لا تزعلي من كلامي ولا تحاولين تنكرين. أنكر إيش؟ بدر يا مدام تغير بعد ما صار مدير، شاف نفسه شخص ثاني، لازم يأمر وينهي، وأوامره تتنفذ بدون نقاش.
انت تقول عن بدر هذا الكلام؟ اعتقد الكلام اللي انت قلتيه وانت داخله كان عن بدر وانت زوجته. بدر كان زميل واخ وصديق، بس من عيون مدير اصبح شخص ثاني يحب السيطره والهيمنه. من يدري يمكن هذا يضمن له الجلوس على الكرسي فتره اكبر. المفروض نحن القريبين منه ننبهه من هذه النقطة اللي ممكن تخلي القريبين منه يبتعدوا. من حقه يكون الأفضل وإدارته للشركة قوية، لكن ما يكون على حسابنا احنا. على الأقل يسمع الكلام ويحاورنا وما يتمسك برايه على أقل شيء. الأستاذ بدر موجود، أنا ممكن أستأذن لك عشان تدخل. الحقيقة أنا ما جيت علشان الأستاذ بدر، أنا جيت علشانك أنت. قصدي عشان أعرف وجهة نظرك ورأيك. في إيش؟ أولاً إيش رأيك في التحقيق اللي أنا عملته بخصوص تعدد الإنجاب؟ صراحة التحقيق وايد زين، وأعتقد إنه بيكون ناجح. هو فعلاً تحقيق ناجح، ونجاح التحقيق الأول أعطاني دافع للبداية في التحقيق الثاني. وللمعلومة أنت أول من ألتقي فيها في هذا التحقيق. وإن شاء الله التحقيق الثاني عن إيش بيكون؟ عن الرأي. الرأي؟ نعم الرأي. مثلاً إلى أي مدى ممكن للإنسان التمسك برأيه؟ ما هي الحالات التي يتمسك فيها الإنسان برأيه؟ ما هي نتائج التمسك بالرأي؟ كل هذه أسئلة يدور في محورها التحقيق. موضوع مهم وحساس. وبعدين رأيك مهم بالنسبة لي، لأني أنا دائما متمسك برأيي فيك وأسعى حتى أعرف رأيك. أبغاك ترابعني عند سعد نتفاهم معه، لأنه ما يشتك ذاك أنا بخسر ويقوم هو يخصم عشان شوية تأخير. ولا ولا قوة، هذا بيت رمضان بعد ما حشل سماعة التليفون، ما عرف ايش فيه. توجي ايش قلتي؟ اقول لك باغتنك ترابعني عند سعد نتفاهم معه. انا وحدي سعد هذا مالي اللي بارد فيه البر. انت مالك اليوم؟ من يوم جاي وانت متضايق؟ خير؟ متضايق من ابو الخير؟ باقي مشي كلمته علي؟ كيف عاد؟ سمع انت، انا بالله علي ايش مشتغدش؟ ومخسر في ايدك المخاسير. يجي هو ويمنعني عن اشوفه. قديش يمكن انت زودتها؟ ترى انا سمعت انك وين انت تتريق وتتغدى وتتعشى قدامه. انت بعد ما عانتي سمعي، انا حر ادش ودشي والمال مالي. ابوي لا تزعل عمرك، ما حد قال لك اللي ابو الخير. البارحة انا وياه جلسنا نتنازع على ذاك الجهاز لحد ما مغطى ميدينه، وبعدين زعل وطلع ونام برا البيت. لهذه الدرجة وصلت المسألة بينكم؟ كل هذا عشان شوية الدش؟ لا لا وانتي صادقة، ما علشان الدش، علشان يبغى يمشي كلمته. وأنا من الناس اللي لا يمكن حد يمشي كلمته علي أبدا مهما كان ذاك الإنسان. هي بس أنا اللي أعرفه أنه أبو الخير صديقك وأخك. والله إن شاء الله حتكون ولدي، أنا ما أرضى بهذا الشيء أبدا. زين أبوي لا تجلس تصرخ كذا، مو قلت تصير معي عند سعد وامو؟ وحدي انا هذا السعد ما اطيق البر، ما اطيقه، اخاف على طعلي. زين عجب، انا تبغاني اصير وحدي واخطف على ابو الخير نتفاهم معه؟ لا 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 تغلطي، لا توقتي نفسك. ابو الخير هذا صاحب مشاكل، عجبنا ليش تغت هذاك الدش الا علشان اقص البيت بدل المشاكل، ويوم اقول له الله يهديه بعد يزعل. ابو رديت لي سالفه الدش هاي مره ثانيه؟ لكن صدقي يا فريد، انا هذا الدش ما شفته من يوم طلع عني ابو الخير. وابوي كيف عاد؟ جلست افكر، ابو الخير هذا هنا من البارحه ما مت عند غريب. الله يطول لي عمرك يا خالي، شقتي موجوده وتنام مع غريب. ما ابغى ازعجكم يا ولدي يا بدر، بعدين كان الوقت متاخر، وبعدين غريب عايش بروحه. خلاص خلاص يا خالي، من الليله انت عندي. لا لا انتوا شقتكم صغيرة، يلا يلا تكفيك انت زوجتك. خالي بدون هذا الكلام، انت تعرف ان الشقة فيها غرفة فاضية وانت كنت تنام فيها.
ما كنت اتوقع انه بيصير خلاف بيني وبين ثابت. ثابت اخ عزيز، لكن ترى يلا صار اللي صار. الخلاف شيء طبيعي يا خالي، اي انسان في حاله غضب بامكانه انه يفقد اعصابه شوي. بس ثابت الملبق هاي طول عمره في عصبيه، حتى وهو يضحك معصب. ما اخذ على خاطرك منه؟ انت تعرفني زين يا بدر اني انا ماشي في نفسي ابدا، وبعدين اذا تهاوشت معاه فعلشان مصلحته، عيونه صايره مثل الفناجي من ذاك الدش. المشكله يا خالي ان بعض الناس يتمسكوا في ارائهم حتى ولو كان غلط، واذا حاولت تفهمهم وتقنعهم يفكروا انك انت اللي متمسك برايك، وهذا هو الغلط. يلا الواحد يسوي اللي يرضي ضميره. يلا بروح انا الحين بخليك بشغلك. اذا انتظرك اليوم. بمر عليك البيت بس بالاول خذ راي زوجتك. ليش بعد؟ كيف ليش بعد؟ المكان مكانه وهذا من حق، وبعدين يمكن تكون ما موافقه. يا خالي زهره ما تفكر بهذه الطريقه. يا ولدي في حريم ما يرضن اهل ازواجهم يعيشوا معهم. ويا خالي في اهل ما يرضى زوجات اولادهم يعيشوا معاهم. لكن زهره مو من هذا النوع وانا متاكد. زين اسالها انت بالاول وشوف ايش بتقول. انا ما موافقه. ما موافقه؟ ممكن اعرف السبب؟ اعتقد من حقي اقول رايي. غريبه خالي وكانه عارف انك بتقولي هذا الكلام. اذا خالك يقيس الامور احسن منك. انت ايش تقولي؟ يرضيك ان خالي يعيش مع الغير وبيتي موجود؟ بيت؟ اي بيت؟ انا ما كنت اعتقد انك انت تفكري بهذه الطريقه. انت سالتني عن رايي ولما اقول لك تزعل. لان رايي غير مناسب وما من المفروض يكون من وحده مثلك متعلمه وفاهمه. في النهايه هذا رايي والمفروض انك تحترمه. يعني ايش اقول خالي؟ اقول ما لك مكان عندي هنا في البيت لان زوجتي مو موافقه؟ ايوه وليش لا؟ لا لا هذه مو زهره هي اللي تتكلم. ايوه هي زهره. ولا يعني عشان خالفت رايك؟ يا زهره حاولي تفهمي، هذاك خالي وانا زوجتك. انا اعرف انك بتحامل عليه شويه علشان موضوع ابوك. هذا رايي يا بدر. وايش رايك ان خالي بيسكن عندنا هنا بدون رضاي؟ والله هذا خالي انا ما ممكن اتخلى عنه. خلاص اذا خلي خالك يسكن عندك وانا اروح بيت ابوي. مع السلامه. لا 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 يا ام فريد لا، اظنيش تعرفي رايي زين في هذا الموضوع. بصراحه يا سعد انا جلست احسبها وشفت نفسي اني بخسر. اسمع انت، هي يعني ما بريد الخساره حال نفسك وتريديني انا اتحمل خساره؟ اسمع انت ما عليك الله يهديك يا سعد. ايش من الخساره هذه اللي بتكون؟ انت ما تعلم اعطنك الله يهديك. يا ثابت قبل شويه كنت اقول عنك انك زين تركت ابو الخير ومشاكله، لا تخليني اظن انك ما زلت متاثر بي. يا سعد يا اخوي هذاك موضوع وهذا موضوع. انزين ابوي انت غير رايك واحنا بنتفاهم معاك. لا يا اصيله انا رايي عارفتنا انت واكد لك اياه. انا اقول يا سعد يعني مو رايك انت تاخذ النص وانا اخذ النص. لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا بنتي؟ مالك اشوف شكلك متغير. بدر جاب خاله بالخير عيش معانا في البيت وبصراحه انا رفضت وهو اصر على رايه، تركت له البيت وجيت هني. وهذا ابو الخير ومشاكله ووصلت حتى بين الزوج وزوجته. ما يهمش يا بنتي بيت ابوش موجود. يا بنتي يا زهره انت استعجلتي الله يهديش. يا خالتي ارجوش الله يخليش لا تقصي تكرريني نفس الكلام اللي سمعته من بدر، وانا تعبانه بروح ارتاح فوق. ابو الخير هذا يتنازع معاش انت ويضايقش يقوم يروح لزهره ويضايقها؟ لا 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 حدك لا تقوم تظلم رجال. ما زين تظل ما زين. اي نعم ابو الخير رجال طيب وما يحب المشاكل، بس انتو ظانين في بس. اصيله انا وافقت على رايك، انت تتحمل النص وانا اتحمل النص، وخلي عنك هذا الكلام عن ابو الخير وطيبته. ها ام فريد ايش قلتي؟ ولا تكلمي زهرة في الموضوع علشان ترجع، هذه ما أول مرة يزعلها. إيش قلتي؟
يا الله أحس نفسي تعبان. نعم تعبان. الله يكون في عون صاحب كل تاكسي. نعم كريم تعب. الله يكون في عونك خالي. عشيت؟ الحمد لله رب العالمين. ها ما تشوف زهرة نايمة عاد؟ لا لا هي ايش هنا؟ لا لا خالي ابدا ما في شيء ما في شيء. انا يكون زعلتها ولا شيء ولا ما راضي اجلس معكم؟ لا لا خالي ابدا ما شمنا اي الكلام بس ايه انا وصلتها بيت ابوها تزورها شوي ورجعت اكمل شغل في ايدي. ما دام كذي بس زين عجيب روح اجيبها قبل لا يتاخر الوقت. سير 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 ان شاء الله ان شاء الله الحين بروح اجيبها ان شاء الله. انا خايف تكون زعلتها ولا شيء يا بدرها. لا لا ابدا ترى مشكله زعل الحريمه الحين ما مثل اول. حريم اول غير والحين غير. تعرف المرحومه لما كانت تزعل بيش راضيه؟ بيش خالي بالياس. اي نعم بالياس. نعم بالياس مسكينه بالياس. كنت اروح اشتري لها ياس وراضيه. كانت تحب الياس المسكينه. وبيني وبينك انا ما كنت اطيقه. علامك واقف. خالي روح جيب حرمتك يلا سير. ان شاء الله ان شاء الله الحين بروح. بس خالي انت تعبان يعني تبغى تنام؟ بنام بس بالاول روح جيب زهره وانا حرسكني يلا. زين خالي ادخل الغرفه ريح. ما بدخل الغرفه لين ما تجي زهره. ما اتحرك انا. لا يا بدر زهره ما بتروح معاك. عم سعد خليك محضر خير. زهره خلي عندك هذا العناد ويلا نروح. لا ما بروح. موقفك هذا ما له معنى ابدا والسالفه ما تستاهل كلام العناد. انت تشوفها ما تستاهل لانك تريد تثبت باي طريقه انك انت وخالك الصح ونحن غلط. الحين انت ليش دخل خالك بالموضوع؟ لان كل شيء يصير بسبب خالك. طلبت منك انك تقول خالك ما يتدخل في امور ابوي رفضت ودافعت عنه. قلت ان خالك بيجي يعيش معانا في نفس البيت وارفض انا وحضرتك تصر على رايك. يعني ايش يا زهر؟ اللي سمعته يا بدر وخالك هذا اللي جالس تدافع عنه ما حد ما متضرر من فضوله. والله لولا اني اعرف ان خالك كنت تصرفت معاه زين. زين انت ايش اللي يرضيك الحين؟ تقول حال خالك ما يتدخل في امور ابوي وتقول له انه ما يجي يعيش معانا في نفس البيت؟ انت بعدك هنا؟ ايوه هني مع بدر. ما دام انك ما تريدني عندك. يا ابو الخير انا ما قلت ان ما بدك تكون عندي لكن الله يهديك مصيبه برايك وتتاخر وانا هذا الشيء ما يعجبني. ما عليه هذا انا تركت البيت تراني. طب انت بالله علي عجبتني الجلسه هنا؟ لانك ما راضي عن جلستي هنا. والله تبى الصراحه ما راضي وما اعتقد انت بعد ترضى تجلس هنا بعد اللي صار. اي بس بدر مصر اني اكون عندك. زين انت المفروض ترفض؟ اول لكن قال لي ما رضى تروح عند واحد غيري. شوف 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 انا ما صدقت ابدا انك تفكر في نفسك وتضرب بدر. انا اضرب بدر؟ انت ايش تقول انت؟ شوف بعد مخلي نفسه ما يعرف انت شويه شويه وتطيح من عيني. انت ليش تتكلم انت؟ شوف ترى ما لايق عليك تخلي نفسك ما تعرف شيء. فهمني. يا سبحان الله ابو الخير تراك تغيرت. ما انت الانسان اللي كنت انا اعرفه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم من هذا المخلوق. قول لي ايش سويت؟ ما يحتاج اقول لك انت بنفسك تعرف. يا ثابت تكلم قول لي ايش سويت من غلط. انا قول لي. ظاهر انك ما تعرف شيء. يعني انت شايف جلستي هني مع بدر غلط؟ نعم غلط ونص. ليش؟ اقول لك ليش. لان زهره ما موافقه ورايحه بيت ابوها زعلانه وانت بعد تهدينهم جالس معاهم في البيت ومخلي بدر وزهره متزعلين. انت متاكد من هذا الكلام اللي تقوله؟ متاكد؟ اسمع اسمع انت اسمع اسمع بقي اسمع مثلي بعد مثلي. ايش امثل عليك الله يهديك؟ انا ما عندي خبر عن هالسالفه هذه. انا بدر قال لي ان زهره رايحه تزور ابوها. لو كنت عارف ما جلست. اسمع انت يا ريتك يا بدر مخبرني بس. وزين انك جيت يا ثابت وخبرتني. انا بصراحه بشيل اغراضي بطلع من هالبيت هذا. انا ما احب بدر وزهره يكون بينهم شيء واكون انا السبب فيه. زين يعني انت توهم بتروح وليش تسال؟ ارض الله واسعه.
شيمة كان فيك شيمة رد معي. لا مشكور أحسنت. والله يا أبو الخير صدقني نعم إني ما استغنى عنك أبدا. وإيش تبغي فيني؟ أنت عندك أحبابك قديش هناك؟ يغيب غابت عينه. تصدق من طلعت عني والله العظيم ما شفته. أنت بس أرجوك رجع وإن شاء الله ما يصير إلا الخير. يا ثابت يا أخوي أخافك تتضايق مني وبعدين تقول لي أني صاحب مشاكل. يا أبو الخير أنا ما قلت هذا الكلام. والحين خلينا نفكر في حل مشكلة زهرة وبدر. أي والله بعد هذه مشكلة. نعم مشكلة. ما دام هذه مشكلة فيبغى لها الحل المناسب. صح صح. بس عاد ها لا تلبق علي مرة ثانية. تراك إذا لبقت برشك بماي. إذا كل من بدر وزهرة تمسك براية ووجهة نظر وكل منهما ظن أنه على صواب كانت الفجوة وكان الخلاف. يا عز علي نعم أشوفهم كل واحد منهم في صوب. وانت يا أمي ليش ما تدخلتي عشان تصالحي بينهم؟ ترى هذا سعد لاربك لساني. بمعنى؟ روح انت الثاني بعاد. يا أمي يا أمي أنا رأيك يهمني في تحقيق الصحفي. ايش اقول لك يا ولدي؟ ما دام ان الزوج والزوجه كل واحد راكب راسه وما يتنازل ما ممكن يتفقوا. لازم كل واحد منهم يهدي اعصابه عشان يقدروا يتفاهموا. كلام جميل وعقلاني وجهه نظر جيده. تو انت مو تكتب رايك؟ رايي انا؟ انا لو كان عندي راي يا ولدي كان قلته، لكن خفت سعد يرد في كلامه وما يوافق انه يتحمل نصف فلوس تاخير الشغل. اذا كانت هناك اسباب اجبرتك في انك تقولي رايك وهي مصلحتك الشخصيه. جميل. تو انت سالك اي كلمه انا اقولها انت تكتبها عندك؟ طبعا وجهه نظر ولازم تتسجل. يا امي التحقيق الصحفي لازم يشمل كل الآراء ووجهات النظر ومن كافة الفئات. تعرفي يا أمي نظرية التعبير عن المكنون؟ لا والله يا ولدي ما أعرف. هل توصلت إلى شيء؟ بعدني. وانت؟ الله يهديك يا أبو الخير، أنا تعرفني زين إن راسي ما مال تفكير. راني أعرف هذا الشيء. إيش قصدك؟ لا أبداً سلامتك. المهم احنا كيف نخلي بدر وزهرة يتصالحون؟ هذا هو السؤال. وهل توصلت الى الاجابة؟ الاجابة تريد تفكير. انا ما اعتقد ان زعلهم ونزاعتهم تكون انت السبب، لان في الحقيقة انت تركت البيت. وانا اقول العناد وركب الراس هو السبب. الباب يدق. هذا ما سبب يخليهم يتنازعون. ما معقولة زهرة تترك البيت علشان الباب يدق. مالك أبو الخير، هذا باب بيتنا الذي يدق. باب بيتنا. أبو ياسين افتح الباب. سير. سمعا وطاعة. خالي مين؟ خالك غارق في التفكير. الله يهديك خالي، ليش تركت البيت؟ الله يهديك انت يا بدر، ليش ما خبرتني ان زهرة زعلانة؟ انا عارف زين ان زهرة ما عندها مانع ان اكون معكم في البيت، بس اكيد انت نازعني من الاول وهناك في سبب. سكوتك هذا يخلينا نتأكد ان هناك سبب واحنا لازم نعرفه. تكلم يا بدر ولا تتردد يا بني. تكلم يا بني ولك منا الامان. زين سوف أتكلم. لازم تدركي إن بدر تغير. إذا كان هو راضي عنك الحين ما تضمنين بعدين. تحذري منه. زين إيش تريدني أسوي؟ بدر هذا الزميل لازم نساعده علشان لا يستغرق في اللي هو فيه. إذا كان حس نفسه إنه هو مدير يجلس يخصم علينا ويعاملنا بقسوة، فلازم يعرف إن إحنا بشر، ممكن نغلط وممكن هو يغلط، فالسيطرة ما لها معنى. كلامك صحيح يا ربيع، ويا ريت لو تسمعني هذه الآراء الجميلة قدامي
بدل ما قاعد تفوح بها قدام كل واحد. تفضل معي على المكتب. كنت أتمنى أن الكلام وجه لي يا ربي. أنا ما قصدت شيء. إذا متحسس من سالفة الخصم فأنت تعرف أنك تستاهل. أنا السالفة هذه نسيتها. لا ما نسي. بدليل أنك قاعد تقل كلام ما له معنى للموظفين. السيطرة اللي أنت تقول عليها أنا ما أعرفها. ممكن ما تتاهل مع الأخطاء لكني مرن في أشياء كثيرة. ربيع، إذا عندك وجهة نظر في إنسان فواجه بوجهة نظرك. رغم كل هذا، هذا اللي قدامك. قول كل اللي يدور في بالك. هو يعني اللي بغيت أقوله ما أدري ما أدري. ربيع، نحن طول عمرنا أخوة وزملاء، وإذا الحين أنا المدير فهذا ما يعني أن نسيت الزمالة والأخوة. بالعكس، أنا أحاول أن علاقتي تكون بجميع الموظفين علاقة زمالة وعلاقة طيبة. تعرف ليش؟ لأن فريق واحد يسعى للبناء، وإذا اختلفنا وتكلمنا عن بعضنا البعض فعمرنا ما بنحقق اللي نريده. أعتقد أنك فهمني. أكيد وصلتي عند بدر. خالتي، ما دام إنكم ما تقدروا تستغنوا عن بعض وما تصبروا عن بعض، ليش دائما تختلفوا؟ يا خالتي، بدر عنيد وطول الوقت راكب راسه. وأنتي بعد يا زهرة، ما ظني إنش أقل منه. يا خالتي، بدر لما يقول كلمة ما يغيرها حتى لو كانت غلط، وكلمتي أنا ما يلها أي معنى عنده. تعرفي اللي صار؟ إنش أنتي جلستي تعاندي من صوب وهو من صوب. إحنا على أيامنا تعرفي كيف كنا نتعامل مع زواجنا؟ أظن إنش تعرفي. كانت حتى كلمة الموافقة على الزوج ما بيدينا. لكن الحين حالكم أنتوا تغير يا بنتي. الوحدة منكم ياخذ رايها، تتعلم، تشتغل، تطلع، تتكلم. يعني الحين أنتوا عايشين في عز، لكن فوق هذا ما عاقب منكم الحال. يا خالتي، المسألة ما تحسب بهذه الطريقة. عقب كيف تحسب يا زهرة؟ خبريني. الحياة الزوجية يا خالتي مشاركة في كل شيء، اتفاق على كل شيء، وأهم شيء الرأي. زمن إن الزوج هو اللي يعمر والزوجة تسمع وتنفذ انتهى. الحين الأول والأخير بين الزوجين هو الإقناع. يا زهرة يا بنتي، يمكن يكون كلامي صحيح، لكن يظل الزوج زوج والحرمة حرمة. صدقيني، أنا الحين ما أبغيش تردي علي، أنا بس بغيتش تفكري وترجعي في بالك كل اللي صار عشان تشوفي السبب. وأنا ما أقدر أحدد شيء إلا بعد ما أشوف أبوي. جايبتم لعندي مرة ثانية، وكلامكم الهادي يعني لي الشيء الكثير. إحنا في الحقيقة يا أخ سعد جايينك علشان ترد زهرة لبيتها، لأن سمعت مني هذا الزعل ترى مازن. الزعل لأسباب يا ثابت، ولا إيش رأيك يا أبو الخير؟ الأسباب انتهت وأنا طلعت من البيت. أباك الله يا إطاع الحطب. لا، بعد ما طاح أبو. كيف ما طاح؟ ما تشوف أبو الخير جالس يكلمني من أنفه؟ ها؟ لا معقولة؟ أبو الخير؟ ها؟ آه. أنت تتكلم من أنفك؟ يعني كيف تسوي يعني؟ تقول سعد؟ ثابت؟ ما يطلع الكلام يا سعد، ما يطلع؟ أبو الخير فاهم أنا إيش أقصد. يعني كيف تبغيني أكلمك بالله عليك؟ ترى أنا جالس أقول لك، مصلحة الأولاد أهم، وإذا كانت في بيننا مشاكل فما لازم الأولاد يدخلوا بيننا. والنعم فيك، هذا هو رأي الحق، والمفروض انك انت تسعى حتى ترجع البنت لزوجها بدل هالعناد هذا.
وأنا ما عندي مانع يا أبو الخير إن البنت ترجع لزوجها. الله أكبر، تصدق يا سعد ما شاحظ إن هذا رأي أبدا، لكن بشرط خير إنك ما تتدخل في أموري سواء كانت صح ولا غلط. ما ممكن، أنت حر، الظاهر إنك ما تريدهم يرجعوا لبعض. يا أبو الخير مالك الله يديك وافق اللي بعد عليك. ما سمع ايش يقول؟ ما تسمعه؟ ما عليه، علشان بدر وزهرة هو ما عليه غيب، هو هيعتبر زمانه. تريدوا فرصة ثانية علشان تفكروا؟ لا 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 فرصة ولا شيء. قلنا لكم يا ناس ما زين الزعل يطول بين بدر وزهرة، ما زين، قلنا لكم هذا الكلام ما لكم ما تفهموا. وافق أبو الخير؟ موافق أبو الخير؟ وافق أبو الخير؟ أريد أسمعها منه هو. زين، علشان بدر وزهرة بس. يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يصلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟ بيستمر أبو الخير يا ترى هل يا ترى بيستمر أبو الخير؟ صلح أغلاط الورى؟ بيستمر أبو الخير؟